إلى ذلك قال الإعلامي والكاتب الصحفي محميد المحميد خلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة، قال إن احتفاء مملكة البحرين باليوم العالمي لحرية الصحافة يعكس الحرص والدعم الذي تحظى به الصحافة المحلية من قبل جلالة ملك البلاد المعظم. اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالإعلام والصحافة والصحفيين كبير ومشهور ومتواصل، وفي كافة المناسبات يحظى الإعلاميين بهذه الإشارة لدعم أصحاب الفكر والرأي والقلم. هناك نقطة جديرة بالذكر كذلك والتأكيد عليها، وهي اهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالصحافة لأداء دورها ومهامها بكل حرفية ومهنية، وفي تعزيز وتوجيه الجهات الحكومية في دعم الصحفيين للحصول على المعلومات بكل شفافية. تبقى نقطة مهمة نود أن نشير لها، وهي الدور البارز لوزارة الإعلام بقيادة الدكتور رمضان النعيمي وجميع الصحفيين وكافة المؤسسات الإعلامية البحرينية، وكلها نتاج وثمرة الدعم الملكي السامي الذي نحتفل به اليوم بوجود المنامة عاصمة للإعلام العربي، وهذا خير دليل للدعم الملكي للإعلام البحريني.